يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس وتحديدا الأسبوع الثالث من شهر إبريل، وهنوضح لكم الأرباح العالمية لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموما أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلا وسهلا بكم. بيكون معانا فيلم جديد في المركز العاشر اسمه نافيريوس، وده أول أسبوع عرض ليه في السينمات. تم إصدار الفيلم يوم 14/4/2023. تصنيف الفيلم بيكون رعب وإثارة، وقصة الفيلم بتحكي عن واحد قام بأكتر من عملية قتل، والراجل ده كان محكوم عليه بالإعدام، بس لما جه وقت إعدامه اعترف لهم إن في شيطان مسيطر عليه، وإنه مش هو الشخص الحقيقي اللي قام بعمليات القتل. وبيجيبوا له دكتور نفساني علشان يستجوبه داخل السجن، والسجين بيعرف الدكتور انه هيقوم بثلاث عمليات قتل. وعندي احساس ان قصة الفيلم ده شبه قصة فيلم الفيل الازرق. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7/10 من قبل التصويت 931 صوت. بعد اول اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالمية 1,330,000 دولار. Execution scheduled for 11 PM. But he's trying to convince us he's gone insane. And therefore incapable of being executed. I need you to prove he's faking it. Edward? I'm gonna ask you some questions. I'm not Edward. I'm a demon. وبيتراجع فيلم سكريم في آي للمركز التاسع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الخامس، وتم إصدار الفيلم يوم 10/3/2023. تصنيف الفيلم بيكون رعب وغموض إثارة، وزي ما انتوا عارفين ان الفيلم بيتكلم عن القاتل جوست فيس اللي بيستهدف مجموعة من البنات اللي قدروا يهربوا منه في مدينة وودز بولو. وزي ما وضحنا الاسبوع اللي فات ان اغلبية السينمات العربية امتنعوا عن عرض الفيلم، وده بسبب احتوائه على مشهد ملون. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.1 من اجمالي تصويت 42,000 صوت. وبعد سادس اسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 166,992,000 دولار. Hello. Let's play a game. You know you're like the 10th guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe. But there's never been one like me, Gale. وبيكون معانا في المركز الثامن فيلم جديد اسمه مافيا ماما. الفيلم تم إصداره يوم 14/4/2023. تصنيف الفيلم بيكون أكشن وكوميدي وجريمة. قصة الفيلم بتحكي عن أم عايشة حياة عادية جدا، بس في يوم من الأيام بيجيلها تليفون وبتعرف إن جدها مات، وما كانتش تعرف حاجة أصلا عن جدها ده، بس طلبوا منها إنها تسافر إلى إيطاليا علشان تخلص بعض الأوراق وتحضر كمان مراسم دفن جدها. بس لما راحت إيطاليا اكتشفت إن جدها كان زعيم المافيا، وإن هي هتكون زعيمة المافيا بعد وفاته، ورجالتها بيعرفوها إنها لازم يقتلوا زعيم كبير جدا قبل ما يقتلهم. طبعا بتتورط في مشاكل كبيرة جدا، وبنشوف بقى المواقف الكوميدية اللي بتعملها، وإزاي أصلا هتتعامل مع الموقف اللي اتحطت فيه ده. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 5.6 من إجمالي تصويت 403 صوت. بعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 2,044,000 دولار. What did my grandfather do? What is going on? Mia, my dying wish is that you be the new boss of the Valbano family. وبيكون معانا في المركز السابع فيلم انمي ياباني جديد اسمه سوزومي. الفيلم تم اصداره يوم 14/3/2023. تصنيف الفيلم بيكون انمي اكشن مغامره. قصه الفيلم بتحكي عن واحده بنوته عندها 17 سنه وبتتعرف على شاب غامض، وكان عليهم انه يغلقوا الابواب اللي بتتسبب في حدوث كوارث في جميع انحاء اليابان. بنشوف البنت وهي بتقوم بمغامره من اجل انقاذ اليابان. واعتقد الفيلم ده زيه زي اي فيلم انمي، اخره بيبقى اسبوع واحد من ضمن التوب 10، بعد كده ما بنسمعش حاجه عنه. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.8 من
تكميل تصويت 6600,000 صوت بعد أول أسبوع عرض. وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 146 مليون و 120 ألف دولار. وبتراجع فيلم Dungeons and Dragons للمركز السادس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الرابع. تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة وخيال علمي. تم إصدار الفيلم يوم 31/3/2023. قصة الفيلم بتحكي عن مجموعة من اللصوص بيسرقوا شيء أسطوري جدا، لكن للأسف بيعطوها للشخص الغلط وبيصنع منها شر كبير جدا، بس كان عليهم إنه يواجهوا الشر ده ويوقفوا. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.6 من إجمالي تصويت 43,000 صوت. بعد ثالث أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 157 مليون و 70 ألف دولار. What is that again? It's an owl bear. Let's go. Be warned. There is evil here. I'm glad he's on our side. وبيكون معانا في المركز الخامس فيلم إير. تم إصدار الفيلم يوم 5/24/23. تصنيف الفيلم بيكون دراما رياضي، وبتدور أحداث الفيلم أيام الثمانينات. قصة الفيلم بتحكي عن شركة نايكي الشهيرة، زي إن هم قدروا يتعاقدوا مع لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردون، وطبعا ده من أجل صناعة حذاء تجاري مخصوص ليه كنوع من أنواع الدعاية للشركة. الفيلم بيكون من بطولة النجم مات ديمون بدور المدير التنفيذي للشركة، وبيني وبينكم من الأفلام ديت ما بيكونش ليها اهتمام كبير قوي من الجمهور. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.8 من تصويت 16,000 صوت. بعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 54 مليون و 83 ألف دولار. I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. وبيكون معانا في المركز الرابع فيلم جديد اسمه رانفيلد. الفيلم تم إصداره 14/4/2023. تصنيف الفيلم بيكون رعب خيال علمي وكوميدي في نفس الوقت، وزي ما انتوا عارفين ان الفيلم من بطولة النجم نيكولاس كيج. قصة الفيلم بتحكي عن واحد شاب متورط في علاقة مع رئيسه اللي بيكون دراكولا ويعتبر شغال مساعد ليه، كان بيجيب له الضحايا علشان يمص دمهم، وده مقابل ان هو بيديله قوة خارقة. بس بعد فترة حس انه مساعد شرير كان عاوز ينهي العلاقة دي، فيا ترى هيقدر يتخلص من رئيسه ده ازاي. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.8 من اجمالي تصويت 5,100 صوت. وبعد اول اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالمية ل 10 مليون و 35 الف دولار. My boss gave me this power. In return, I tend to his needs, including care, feeding. You bring him people to eat? وبتراجع فيلم جون ويك شابتر 4 للمركز الثالث للأسبوع الحالي، ده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثاني. تم إصدار الفيلم يوم 24/3/2023. وتصنيف الفيلم بيكون أكشن جريمة إثارة، وزي ما وضحنا الأسبوع اللي فات إن الفيلم ده يعتبر من أقوى الأفلام الأكشن في الفترة الأخيرة. كان ردود أفعال الناس اللي شافت الفيلم كانت إيجابية جدا، ويفضل قبل ما تدخل الفيلم تكون اتفرجت على الأجزاء السابقة. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 8.2 من إجمالي تصويت 117,000 صوت. وبعد رابع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 349 مليون و 712,000 دولار. بيكون معانا في المركز الثاني فيلم جديد اسمه The Bob's Exorcist. تم إصدار الفيلم يوم 14/4/2023. تصنيف الفيلم بيكون رعب وإثارة، والفيلم ده بيكون من بطولة النجم راسل كرو. قصة الفيلم مستوحاة عن أحداث حقيقية عن أب كاهن اسمه جبريال أمورز. الراجل ده كان عنده موهبة قوية جدا في طرد الأرواح الشريرة، وكان تبع الفاتيكان، ويقال إنه حرر أكتر من 160 ألف شخص من الأرواح الشريرة. في الفيلم ده بنشوف طفل مسكون وعليه روح شريرة قوية جدا، وهنشوف بقى ازاي الاب الكاهن ده هيتعامل معاه. مع اني ما بحبش افلام الرعب قوي، بس بصراحة متحبس جدا للفيلم ده، وخصوصا طبعا انه قصة حقيقية،
والمفترض انها تم عرض الفيلم ده في السينمات المصرية يوم 10/5/2023. وعموما تقييم الفيلم على موقع IMDB حصل على 6.3 بإجمالي تصويت 5700 صوت. بعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 36,550,000 دولار. He's the Vatican seal. The church has fought against this demon before. The Vatican covered it up. We need to find out why. You've been played. You talk that bait. وقدر فيلم ذا سوبر ماريو بروس يحافظ على المركز الأول الأسبوع الثاني على التوالي. الفيلم تم إصداره يوم 5/24/23. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن مغامرة كوميدي. زي ما انتوا عارفين إن الفيلم مقتبس عن لعبة سوبر ماريو الشهيرة. قصة الفيلم بتحكي عن ماريو وأخوه لويجي اللي كانوا شغالين بأعمال السباكة. وفي يوم من الأيام بيعرفوا إن مدينة بروكلين حصل فيها مشكلة في السباكة. وراحوا يصلحوها عشان يثبتوا نفسهم. بس عن طريق الخطأ بيتم شفطهم عبر أنبوبة. بس الأنبوبة ديت بتودي ماريو لجزيرة المشروم. وللأسف بتودي أخوه لويجي لأرض الظلام اللي كان بيسيطر عليها باوزر الشرير. المهم بنشوف ماريو هو بيساعد الملكة. ده طبعا من أجل إنقاذ أخوه لويجي. وفي نفس الوقت بيحافظوا على مملكة المشروم من باوزر الشرير. وبيشارك في الفيلم ده نجوم كبار جدا. زي كريس براد وأنيا تيلر جوي. كمان جاك بلاك. بصراحة الفيلم ألوانه والأنيميشن اللي فيه في منتهى الجمال. وعامة الفيلم عائلي جدا. وعموما تقييم الفيلم على موقع IMDB حصل على 7.4 من إجمالي تصويت 56,000 صوت. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 677,959,000 دولار. Bowser is coming. I'm not afraid. I'll do anything for my brother. We're going to save him. وعموما دي كانت افضل 10 افلام متصدره البوكس اوفيس وتحديدا الاسبوع الثالث من شهر ابريل. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعه وتفعلوا الجرس. وبتمنى منكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وانستغرام علشان تعرفوا اخر اخبار الافلام الجديده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.